جلست الملكة وفي يدها إبرتها الذهبية تطرز بها ثوبا من الحرير النفيس. وكان الوقت شتاء والثلج يتساقط كالقطن المندوف ويغطي الأرض ويكسو الحديقة ثيابا ناصعة البياض. وفجأة شكت الإبرة أصبع الملكة فنزلت ثلاث نقط من الدم فوق الثلج المتجمع على حاجز الشباك. لما رأت الملكة الدم الأحمر على الثلج الأبيض نسيت ألام الشكة وتمنت أن يكون لها ولد أبيض كالثلج، أحمر كالدم، أسود الشعر كالأبنوس. ثم مرت الأيام وولدت الملكة طفلة جميلة بيضاء كالثلج الناصع، حمراء كالدم القاني، سوداء الشعر كالأبنوس، فسمتها سنو وايت. آسف، ما العمل الآن؟ من أين أتيتم يا طبيب؟ من أين أتيتم به؟ وجدته. الحمد لله، الحمد لله. أصغيها، أصغيها الدواء أيها الطبيب. ها هنا، ها أنت، هذا هو. أصغيها الدواء أيها الطبيب. تشرب علاج الملكة أيها الطبيب. مش شفاء هذا، مش شفاء، مش شفاء إن شاء الله. والآن أخبرني ما العمل أيها الطبيب؟ ماذا بها؟ ماذا بها؟ إن حالتها لخطيرة. خطيرة؟ فساعدني. أنا هنا، أنا هنا، هنا. إلى المستشفى. إلى أين؟ المستشفى. مستشفى؟ حالتها خطيرة، خطيرة. انهضي، انهضي يا زوجتي العزيزة، انهضي، انهضي. على مهلك، على مهلك. انهضي، انهضي يا زوجتي العزيزة، انهضي. فليحفظك الله. انتظرني هنا. انتظر هنا، سأنتظر هنا. أين سألحب؟ بعد أن وضعت الملكة هذه الطفلة مرضت مرضا شديدا ولم يستطع الأطباء علاجها ولم ينجحوا في شفائها فماتت. حزن الملك أشد الحزن لموت زوجته الأمينة وأصبح وحيدا، كما أصبحت ابنته الطفلة سنو وايت بلا أم تحنو عليها وتحبها وتربيها. فاضطر الملك أن يتزوج مرة أخرى. إلا في الجمال، فاختار له زوجة جميلة ولكنها كانت متكبرة مغرورة تحب نفسها ولا تحب أن يكون في الدنيا أحد أجمل منها. ما أجملك، ما أحلاك. إني أحب الجمال أكثر من الطبيخ. من له زوجة؟ من له زوجة أجمل من زوجة الملك؟ تفضلي. هيا هيا هيا
يا بنا إلى الحب ليشاهد الجميع الملك ومعه أجمل امرأة. هيا هيا هيا. وكان عند هذه الملكة الجديدة مرآة سحرية تنظر فيها وتسألها: هل في البلاد أحد أجمل مني؟ فتجيبها المرآة: سيدة الملكة، أنت أجمل سيدة في البلاد جميعها. كانت الملكة تصر Shut up!
الملكة فاعتقدت أن الأميرة قد قتلت، فشعرت بالسعادة لأنها أجمل سيدة في الدنيا، وذهبت إلى مرآتها السحرية وسألتها: من أجمل سيدة في العالم؟ فأجابت المرآة: سيدة الملكة، إنك أجمل من هنا، ولكن الأميرة سنو وايت التي تعيش بين الجبال مع الأقزام السبعة أجمل منك ألف مرة. غضبت الملكة غضبا شديدا، لأنها تعلم أن المرآة لا تكذب، وعرفت أن الصياد قد غشها وخدعها، وأن الأميرة الحسناء لا تزال حية. فأخذت تفكر في حيلة أخرى تتخلص بها منها، وشرعت تدبر مكيدة جديدة تقضي بها عليها. وفجأة أشرق وجه الملكة وظهر عليه الفرح، لأنها عثرت على الحيلة التي تقتل بها سنو وايت وتتخلص بها منها خلاصا تاما. ماذا بك يا عزيزي؟ سنو وايت يا ماريا، لقد بحثنا عنها في كل مكان، لم نجدها يا ماريا. لقد هربت يا ماريا، هربت. لا تقلق يا عزيزي، فليس عدو منك إلا سنوال، سأبحث عنها أنا بنفسي. ابنتي. وأخذت تسير وتنتقل من بلدة إلى بلدة متظاهرة بأنها تاجرة، واستمرت تبحث عن الأميرة المسكينة في الغابة حتى وصلت إلى منزل الأقزام. نسيت الأميرة الحسناء نصيحة الأقزام لها بألا تسمح لغريب بالدخول، وفتحت الباب ثم أخرجت الشريطة ولفته حول وسط الأميرة وشدته شدا عنيفا
حتى أحست الأميرة بصعوبة في التنفس وصارت كأنها ميتة. ضحكت الملكة الشريرة ثم خرجت مسرعة وأخذت تجري حتى لا يراها أو يمسك بها أحد. أنقذوني. وحينما غربت الشمس رجع الأقزام من الغابة وهم يغنون. حينما رجعت الملكة إلى القصر سألت المرآة: من أجمل سيدة في العالم؟ فأجابت المرآة: سيدتي الملكة، أنت أجمل من هنا، ولكن سنو وايت التي تعيش بين الجبال مع الأقزام السبعة أجمل فتاة في العالم كله. فازداد غضب الملكة وقالت: ما هذا الكلام؟ ألا تزال حية؟ لقد قتلتها بنفسي، فكيف تعيش حتى الآن؟ سأذهب إليها ثانية وسأقتلها قتلك لا حياة بعدها. سأقتلها بهذه التفاحة، ألونها وأجعلها جميلة ومغرية، ألون نصفها أصفر وأترك النصف الآخر أحمر كما هو، وأضع فيها سما، فإن لم ينفع شرير ستنفع التفاحة. إني نصحتك أن لا تفتح الباب للغرباء. لا تخافي. تفاح.
فتاة لطيفة وطيبة، وهذه أجمل تفاحة عندي. انظري انظري، نصفها أحمر ونصفها أصفر، تقطعها نصفين وأعطيك النصف الأحمر وأنا آخذ النصف الأصفر، نصف لك ونصف لي، ولكن بشرط أن ترقصي. ماذا؟ أجل، أرقصي. لا يا خالة، أرقصي. كيف؟ هكذا. أرقصي 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 يا حلوة، وأنا وأنا أعطيك تفاحة. أرقصي 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 يا حلوة، وأنا وأنا أعطيك تفاحة، فليس المال بأمر صعب، فليس المال بأمر صعب، فخذي نصفا وأنا نصفا، إن العدل بالإنصاف، فخذي نصفا وأنا نصفا، إن العدل بالإنصاف. أرقصي 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 يا حلوة، وأنا وأنا أعطيك تفاحة. أرقصي 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 يا حلوة، وأنا وأنا أعطيك تفاحة. أرقصي 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 يا حلوة، وأنا وأنا أعطيك تفاحة. ذوقي يا حلوة تفاحي حتى يا حلوة ترتاحي، ذوقي يا حلوة تفاحي حتى يا حلوة ترتاحي. فالراحة أن أبقى الأجمل، والراحة لي أن ترتاحي، 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 فالراحة أن أبقى الأجمل، والراحة لي أن ترتاحي. رجع الأقزام السبع في المساء. Yeah.
نكست سنو وايت 5 سنوات، واستمر الأقزام السبع يتبادلون حراستها يوميا، واستمر جمالها فائقا. وذات يوم فكر أحد الأمراء في قطر من الأقطار القريبة أن يقوم برحلة إلى الغابة، وكان هذا الأمير شاباً كله نشاط وشجاعة ومروءة، ولم يكن متزوجاً. وفي تلك اللحظة حضر الأقزام الباقون وسلموا عليه وأخبروه بحكايتها من أولها إلى أن وضعت في الصندوق. أيها الأصدقاء، هل أستطيع أن أنقل هذه الفتاة إلى قصر أبي؟ أمي دربة الدعاء بشا تبدي بشا بها وسأضعها في مكان أمين وأزرع حولها الزهور لتحلق حولها الفراشات والطيور وسأرعاها كل الرعاية. ماذا قلتم؟ أمين الدم بيع أما الطيور أما البخور ما ببقون أمين دربتا هل يعني هذا أنكم موافقون؟ أبدًا ما موافقون. شكراً. إننا نقدر شعورك النبيل يا سيدي، ويمكنك أن تنقل الأميرة إلى قصر أبيك. شكراً جزيلاً، وأرجو المساعدة لننقلها إلى القصر. لا شك. هيا هيا. بالراحة يا إخوان وبهدوء. هيا هيا. والحب سلاح قوي عنيف والحقد سلاح سخيف ضعيف الحب سلاح قوي عنيف والحقد سلاح سخيف ضعيف بالعفو يصير الوحش ضريب بالحب نعيش العيش اللطيف بالعفو يصير الوحش ضريب بالحب
بالحب نعيش العيش اللطيف بالعفو يصير الوحش ضريب 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 لقد سمعت قصتك من أولها إلى يومنا هذا، ولقد تألمت كثيرا لما حدث لك، لكن الله وضع في قلبي الحب لك، فتعالي تعالي إلى بلاد أبي، سيفرح كثيرا لرؤيتك وسيأذن لنا بالزواج، وسوف تكونين ملكة في المستقبل. إني أشكر الله وأحمده على تلك النعمة التي أنعم بها علي، وأتمنى من الله السعادة والتوفيق. فالخير لكل جرح دمى، إن كان الشر مراً حصل. فالخير لكل جرح دمى. وركبت المركبة مع الأمير، وصار الأقزام أمامهما يقودون الخيل حتى وصلوا إلى بلاد الأمير. واستقبلهم الملك بالفرح والسرور، وقد حكى الأمير لأبي حكاية الأميرة سنو وايت. وأخبره بكل ما حدث لها، وقبل أن تسافر الملكة القاسية سألت المرآة: من أجمل سيدة في البلاد؟ فأجابت المرآة بغير تردد: سيدة الملكة، أنت أجمل من هنا، ولكن سنو وايت أجمل سيدة في البلاد كلها. فاغتاظت أشد الغيظ وغضبت أشد الغضب، وأخذت المرآة ورمتها بكل قواها على الأرض، وتناثرت أجزاؤها في أنحاء الحجر، وتطاير جزء منها أصاب الملكة في قلبها. أين سنوائي؟ أين سنوائي؟ إنها تعيش في الغابة مع الأقزام السبع. ابنتي لا تتركني، انتظر انتظر. وماتت غير مأسوف عليها. مريم
هيا يا ماريا هيا ارتدي اغلى ما لديك من مجوهرات، ان مسافه السفر طويله طويله يا ماريا. الى اين؟ الى اين؟ هذه بطاقه دعوه لحضور حفل زفاف الامير رينيه. اجل اجل يا ماريا اجل، هيا يا ماريا هيا هيا. وقبل ان تسافر الملكه القاسيه سالت المراه: من اجمل سيده في البلاد؟ فاجابت المراه بغير تردد: سيده الملكه انت اجمل من هنا، ولكن سنو وايت اجمل سيده في البلاد كلها. فاختاصت اشد الغيظ وغضبت اشد الغضب، وأخذت المرآة ورمتها بكل قواها على الأرض، وتناثرت أجزاؤها في أنحاء الحجر، وتطاير جزء منها أصاب الملكة في قلبها. أين سنوائي؟ أين سنوائي؟ إنها تعيش في الغابة مع الأقزام السبع. ابنتي لا تتركني، انتظر انتظر. وماتت غير مأسوف عليها. النصيحة بعد اليوم كلا لا واه
جميلة. أيه. هذا السهم. سهم من هذا؟ هذا السهم، سهم هذا الرجل. أوهاي. عبد اللي الصياد العزيز. مساء الخير يا اخوان. جزيلا. العفو يا سيدي، فأنتما تستحقاني أكثر، ولكنني صياد فقير. شكرا جزيلا. العفو يا سيدي. سنوايت. نعم. أما المفاجأة الكبيرة. ما هي؟ انظري. القزم السابع. انتظري يا سنوايت. تفضل. وينه؟ أبي. أمي. ابنتي. أين أنت يا أبي؟ أين أنت يا ابنتي؟ أين أنت؟ أنا هنا يا أبي. لقد بحثت عنك في كل مكان، لم أجدك يا ابنتي. أنا هنا يا أبي. والله بحثت، والله بحثت، لكني لم أجدك يا ابنتي. والله بحثت، أنا لم أبحث لين يا ولدي. لا بحثت كثيرا كثيرا، لم أجدك. ما ليس لي ذنب. هي التي قالتني. لم أرى شيئا. من هي؟ لم أرى شيئا. لم أرى شيئا. من هي قالتك؟ الملكة. ما علمتك؟ الملكة هي التي قالتني. ملكة 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 الملكة ملكة 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 ملكة. يا صياد لا تخف يا صياد، والله أنت حبيب، والله بس لا تخف يا صياد، والله أنا أحبك يا صياد، والله لا تخف يا صياد، لا تخف. ها أيها صياد. Oh.
ابنتي. أنا لا أقول لك ولكن حفظكم الله. والآن يا أبي. لا أعلم قلنا ماذا أقول لكم، لكن حفظكم الله. لم تقل لي، كيف عرفت مكاني؟ كيف عرفت مكانك؟ أها، لقد قالت لي زوجتي اللعينة. اللعينة! قبل أن تموت. دعونا نذهب. إلى أين؟ إن المدعوين بانتظارنا. هيا يا أطفال، هيا شاركونا هذا الاحتفال. هيا يا أطفال، اليوم زواج الأمير والحسناء ذات الجلال. اليوم زواج الأمير والحسناء ذات الجلال، والكل جاء ليبارك، والكل جاء ليشارك، والكل جاء ليبارك، والكل جاء ليشارك. هيا يا أطفال، هيا يا أطفال، مناف وائل وبشاير. هذه دعوة للأطفال من الأمير.